الرئيس السيسي يواجه بتجهيز طائرتي مساعدات طبية للشعب اللبناني لإرسالهما لبيروت بشكل عاجل. الحكومة اللبنانية تفرض الطوارئ لأسبوعين ببيروت وتطلب فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار تخزين المادة المتفجرة في المرفأ. السيسي يؤكد ضرورة التوسع في المشروعات الزراعية ويواجه بزيادة مخصصات المشروع القومي للبتلو بمليار جنيه. الخامسة مساء، الثالثة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أرحب بكم وبداية هذه النشرة مع إيمان حويزي. إيمان، شكرا لك نانسي. ومشاهدينا الكرام أهلا بكم. في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك واحمي بلدك. البداية مع تطورات انفجار العاصمة اللبنانية بيروت. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق، حيث يجرى تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية لإرسالها إلى بيروت بشكل عاجل. وكان الرئيس السيسي قد أجرى اتصالا بنظيره اللبناني ميشيل عون للتعزية في ضحايا انفجار مرفأ بيروت. وأكد المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن خالص المواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعبا، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان. كما أكد الرئيس السيسي تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في لبنان والاستعداد لتسخير كافة الإمكانات لمساعدته ودعمه في محنته. قالت وزارة الخارجية أن السفارة المصرية في بيروت مستمرة في التواصل مع أبناء الجالية المصرية في لبنان والجهات اللبنانية المعنية للاطمئنان على أحوال المواطنين المصريين هناك وتقديم كافة أشكال المساعدة اللازمة إليهم. هذا وأعلن السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج السفارة بوفاة مواطنين مصريين جراء الانفجار واختفاء آخر، مؤكدا استمرار السفارة في المتابعة والتواصل مع السلطات اللبنانية للبحث عن المواطن المفقود وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثماني المواطنين المصريين إلى أرض الوطن. تواصل مفتي الجمهورية دكتور شوقي علام مع الشيخ عبد اللطيف دوريان مفتي الجمهورية اللبنانية لمواساته في الحادث الأليم الذي وقع في لبنان بالأمس وخلف عشرات القتلى ومئات المصابين. وعبر المفتي في مكالمته الهاتفية عن دعم الشعب المصري الكامل ومواساته للشعب اللبناني في مصابه الأليم، مؤكدا أن لبنان كان دائما وسيظل عروس الشرق رغم المحن. وأبدى مفتي الجمهورية ثقته بأن الشعب اللبناني قادر على الخروج من هذه المحنة أقوى مما كان، مستلهما منها القوة والدافع من أجل إعادة البناء والتنمية من جديد. قرر مجلس الأمن عقد جلسة طارئة يوم الاثنين المقبل بطلب من المجموعة العربية لبحث تداعيات انفجار بيروت. كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد التزام المنظمة بدعم لبنان في هذا الظرف الصعب وتقديم المساعدة اللازمة له للتعامل مع هذه الكارثة، معربا عن تعازيه لعائلات الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. هذا وأطلق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مناشدة للدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية العالمية للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للبنان. ودعا الأمين العام لتحرك دولي فوري لمساعدة لبنان على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها، معربا عن دعمه الكامل للمناشدة التي أطلقها لبنان للمجتمع الدولي بهدف تأمين المساعدات اللازمة لمواجهة تداعيات التفجيرات الضخمة التي تعرضت لها العاصمة بيروت. قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتنكيس علم الجامعة حدادا على ضحايا انفجارات بيروت التي هزت العاصمة اللبنانية وسقط على إثرها مئات من الشهداء والجرحى وخلفت خسائر مادية جسيمة. وقال مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن تنكيس علم الجامعة يعكس على عمق التضامن العربي مع الشعب اللبناني.
أجرى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اتصالا تليفونيا بالرئيس اللبناني ميشيل عون، وذلك لتقديم العزاء في ضحايا انفجار بيروت والإعراب عن دعم لبنان ومساندته في هذه المحنة. وتناول أبو الغيط خلال الاتصال التليفوني سبل حشد الدعم لمساندة لبنان في مواجهة تبعات النكبة التي تعرض لها، كما عبر عن اعتزامه زيارة لبنان في غضون أيام للوقوف على الاحتياجات اللبنانية العاجلة وكيفية تقديم وتنسيق الدعم العربي له ولتقديم العزاء بصورة شخصية. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون على ضرورة تطبيق أشد العقوبات على المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت، مشيرا عقب اجتماع طارئ للحكومة في قصر بعبدة إلى الإصرار على السير في التحقيقات وكشف الملابسات في أسرع وقت ممكن، داعيا الهيئة العليا للإغاثة لإجراء مسح شامل للأضرار وتقديم المساعدات الإنسانية. إنه وقت الحزن على شهدائنا وجرحانا ومفقودينا، والصدمة لا شك عارمة في نفوس جميع اللبنانيين الذين ادعوهم اليوم إلى التضامن والتعاضد كي نتجاوز معا الآثار الكارثية التي تفوق قدرة لبنان على التحمل في الظروف الاقتصادية والصحية القاسية التي يرزح تحتها. لكن هول الصدمة لن يمنعنا من التأكيد لأهل الشهداء والجرحى أولاً ولجميع اللبنانيين إننا مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن ومحاسبة المسؤولين والمقصرين وإنزال أشد العقوبات بهم، وسنعلن بشفافية نتائج التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق وترفع نتائجها إلى القضاء المختص. أعلنت الحكومة اللبنانية فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت، وقالت وزيرة الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة منال عبد الصمد في مؤتمر صحفي إن مجلس الوزراء طلب فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار تخزين المادة المتفجرة في مرفأ بيروت، وأضافت أن السلطة العسكرية ستتولى المحافظة على الأمن في بيروت، كما أعلنت اعتماد تخصيص اعتمادات للمستشفيات ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الضحايا. إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، أي من 4/8 لغاية 18/8/2020، وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 52/67، كما وبالاستناد إلى المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي، تتولى فوراً السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقاً لقوانينها الخاصة وتحت إمرة القيادة العسكرية العليا. كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الأمن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ. كما تتبنى المجلس تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى، 2 دفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء على أن تحدد جهتها لاحقاً، تحقيق كميات من القمح بعد أن تلفت تلك المخزنة في الأهراءات. تفقد الرئيس اللبناني ميشيل عون منطقة الميناء البحري للعاصمة بيروت للوقوف على حجم الأضرار والدمار الذي تعرض له الميناء والمنطقة المحيطة جراء الانفجار الهائل الذي وقع عصر أمس. ورافق الرئيس اللبناني في جولته قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، حيث استمع إلى عرض من القادة الميدانيين للقوات المسلحة في مسرح الحادث حول الأضرار التي طالت الميناء والعاصمة وتفاصيل الانفجار وكيفية وقوع الحادث. ومن جانبها تعهدت وزيرة الدفاع اللبنانية بمعاقبة المسؤولين عن تفجير مرفأ بيروت الذي راح ضحيته المئات بين قتيل وجريح، وفي تغريدة لها دعت إلى توحيد صفوف اللبنانيين في ظل هذه المأساة
وقالت إن مرور 6 سنوات على الإهمال الهائل في مرفأ بيروت لن يمر بدون عقاب، كما لفتت إلى الدول التي تعارض المساعدة قائلة إن الشأن الإنساني يعلو على السياسات والكراهية. هذا وكلف النائب العام اللبناني القاضي غسان عويداد جهاز قوى الأمن الداخلي بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة بصورة فورية للوقوف على المعلومات والملابسات المتعلقة بتفجير مرفأ بيروت. وتضمن قرار النائب العام أن تقوم الأجهزة والفروع التابعة لقوى الأمن الداخلي بإخطاره أولا بأول بكافة التقارير والمعلومات حول الانفجار والمراسلات المتعلقة بتخزين مواد متفجرة في أحد مستودعات الميناء حيث بؤرة الانفجار، وتحديد أسماء المسؤولين عن حفظها وحمايتها والقائمين بأعمال الصيانة في المستودع. كما طلب النائب العام من أجهزة الأمن تقريرا مفصلا بأسماء القتلى والمصابين والمفقودين بأسرع وقت ممكن. أعلن البنك المركزي اللبناني إعادة فتح البنوك لأبوابها غدا الخميس، وكانت جمعية مصارف لبنان أعلنت أن البنوك قررت غلق أبوابها اليوم بعد انفجار بيروت وسط تزايد الطلب بشكل رهيب بين اللبنانيين على الدولار. وقال متعاملون في أسواق الصرف الموازية إن الطلب على الدولار بات كبيرا جدا، بينما تشهد السوق حالة من الارتباك وعجز من أو عجز عن تحديد رقم معين لسعر الصرف. كشف محافظ بيروت مروان عبود عن التقديرات الأولية لحجم الأضرار جراء انفجار مرفأ بيروت. وقال عبود في تصريحات لإكسترا نيوز إن حجم الأضرار يتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، وأضاف أن 300,000 شخص في العاصمة أصبحوا مشردين بعد أن طالت الأضرار نصفها. وأضاف أن هناك تحذيرات صدرت من تخزين مادة شديدة الانفجار في المرفأ الذي يخضع لسيطرة الحكومة. نصف مدينة بيروت مدمر غير صالح للسكن في الوقت الحاضر. آلاف السكان لا ملجأ لهم ولا مأوى. المرفأ مدمر بالكامل. الأضرار كبيرة جدا، التكلفة مرتفعة. والإمكانيات محدودة في ظل الأزمة الاقتصادية وتعثر الاستيراد من الخارج. إننا نعمل ليلا نهارا في محافظة بيروت وبلديتها على تأمين الملجأ لأهلها. إن المرفأ يخرج عن ولو بالرغم من وجوده في نطاق بلدية بيروت يخرج عن صلاحية البلدية والمحافظة ويطبع مباشرة لوزير الأشغال العامة، وبالتالي وجود هذه الكميات الضخمة كان أمرا معروفا من قبل الأجهزة المعنية، وحصلت عدة طلبات من قبل الأجهزة الأمنية تعرض فيها صعوبة وخطورة هذه المواد، ولكن هناك من المعنيين برفع الحجز القضائي لم يستجيبوا وبقيت المواد في بيروت. حمل زعيم تيار المستقبل اللبناني سعد الحريري الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس حكومته حسان دياب تداعيات الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت، وخلال تفقده عددا من المناطق المتضررة من جراء التفجير، دعا الحريري الأجهزة الأمنية لكشف حقيقة ما حدث في بيروت والتعاون مع أجهزة تحقيقات لمحاسبة المسؤولين. لم يكتمل على النحو الذي كانت تنتهي به أيامها المليئة بصراعات السياسيين ومناكفات أعضاء الحكومة وأطراف المعارضة. بيروت التي كانت تستعد لليلها المعتم أصابتها طعنة دامية نفذت من القلب إلى أقصى الأطراف. 2750 طنا من نترات الأمونيوم كفيلة بإحداث موجة انفجارية في مرفأ بيروت شعر بها سكان جزيرة قبرص وحولتها إلى مدينة منكوبة
خلف الانفجار الذي يساوي زلزالا بقوة 4.5 على مقياس ريختر كما ذكرت التقارير عشرات القتلى وآلاف الجرحى والمفقودين، وأحدث دمارا كبيرا بالأبنية والشقق والمكاتب في مختلف أحياء العاصمة. كما أثار الانفجار الضخم علامات استفهام كثيرة حول توقيته وعلاقته بالأزمة السياسية والاقتصادية المستعصية في لبنان وتزامنه مع قرب النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري. من القاهرة وكعادتها في الوقوف إلى أشقائها في أوقات المحن والأزمات، جاء أول رد فعل على انفجار بيروت، وغرد الرئيس السيسي عبر صفحته على موقع تويتر معربا عن تعازيه للبنان حكومة وشعبا في ضحايا الحادث، واتصالا بالجهود المصرية المكثفة لدعم الأشقاء في لبنان. أعلنت وزارة الخارجية أن المستشفى الميداني المصري في بيروت استقبل عددا من المصابين في الحادث، مشيرة إلى وجود اتصالات مكثفة مع الجانب اللبناني للتعرف على احتياجاته. كما توالت ردود الفعل العربية والدولية المتضامنة مع لبنان والمنددة بالحادث الذي ينذر بأزمة إنسانية جديدة في البلاد التي تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وتعاني من انهيار اقتصادي وتثقل كاهلها واحدة من أكبر أعباء الدين في العالم. صلى البابا فرانسيس باب الفاتيكان للضحايا وعائلاتهم وللبنان بعد الانفجار الهائل الذي وقع في ميناء بيروت، وأنشد البابا فرانسيس المجتمع الدولي دعم لبنان في هذه اللحظة المأساوية والمؤلمة للغاية لتخطي الأزمة الخطيرة التي يمر بها. وجه الرئيس التونسي قيس سعيد بإرسال طائرتين عسكريتين محملتين بمساعدات طبية وإنسانية عاجلة، منها أدوية ومستلزمات طبية ومساعدات اجتماعية وعينية، إلى جانب وفد يضمه إطارات طبية وشبه طبية. كما أمر الرئيس التونسي عددا من الوزراء بجلب 100 جريح من المصابين جراء الانفجار لتتكفل تونس برعايتهم، حيث سيتم علاجهم بكل من المستشفى العسكري وباقي المستشفيات التونسية. كما تم خلال اللقاء تجديد تضامن تونس مع الشعب اللبناني في هذه المحنة التي تحتم مزيدا من تعزيز التضامن العربي. أعلن قصر الإليزيان رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه غدا الخميس إلى بيروت. وكتب ماكرون عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي أنه سيذهب إلى بيروت حاملا رسالة الأخوة والتضامن نيابة عن الفرنسيين، وكذلك تقييم الوضع الحالي للبنان مع السلطات السياسية. وأكد بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية أن الزيارة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء حسان دياب تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون، حيث أعرب حسان عن تقديره لمبادرة الرئيس الفرنسي لإرسال 3 طائرات مجهزة بمعدات طبية إلى بيروت. من جانبها أكدت الخارجية الألمانية وجود جرحى بين العاملين في السفارة الألمانية في بيروت جراء الانفجار، مضيفة أنها تعمل على تقديم دعم فوري للسلطات اللبنانية. Thank you.
ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ولبنان بصدد الاتفاق على الخطوات العملية لتجهيز العمليات الإنسانية بعد انفجار بيروت. وأوضحت الوزارة أنه بناء على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعمل وزارة الطوارئ الروسية بالتعاون مع وزارة الخارجية وهيئة حماية المستهلك الروسية على وضع خطة لتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة للشعب اللبناني لإزالة عواقب الانفجار الكارثي الذي ضرب بيروت بالأمس. وأضافت أنه تم اتخاذ قرار بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ إلى بيروت مع المعدات اللازمة لإجراء عمليات البحث والإنقاذ في المباني المدمرة. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون وفاة مواطن أسترالي جراء انفجار مرفأ بيروت. وقال موريسون للصحفيين أن السفارة الأسترالية في بيروت تضررت بشكل كبير، لكنه أضاف أنه لم يصب أي من موظفي السفارة بإصابات خطيرة. من جهتها قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين أن بلادها تعرب عن تعاطفها العميق مع شعب لبنان وجميع المتضررين من هذا الحادث المأساوي في بيروت. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات عدد من المشروعات القومية الخاصة بوزارة الزراعة وكذلك مشروع تنمية سيناء. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والدولة للإنتاج الحربي وعدد من المسؤولين، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة التوسع في المشروعات الزراعية لما لها من مردود غذائي وصحي واقتصادي على المواطنين والدولة، موجها بزيادة المخصصات المالية للمشروع القومي للبتلو بمقدار 1 مليار جنيه. كما اطلع الرئيس السيسي على نتائج تجربة ترشيد استخدام المياه الزراعية أو استخدام المياه للزراعة عن طريق نزع الأملاح من مياه الري، موجها بتوطين كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر. كما وجه الرئيس بدعم المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف الإسراع في إقامة تلك المنظومة بأكبر عدد ممكن من مراكز التجميع. كما استعرض رئيس الوزراء الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية شمال ووسط سيناء، ووجه الرئيس في هذا الإطار بالإسراع من سير الموقف التنفيذي لهذا المشروع الاستراتيجي لما له من مردود مباشر وملموس على جهود تنمية سيناء. اهتمام كبير توليه القيادة السياسية لحل الأزمة الليبية باعتبار أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، كما أشاد العديد من قادة العالم بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الحل السياسي للأزمة الليبية. المزيد في سياق هذا التقرير. انطلاقا من أن ليبيا تعد إحدى أهم دوائر الأمن القومي المباشر للدولة المصرية وأن استقرارها يعد جزءا لا يتجزأ من استقرار مصر، جاء اهتمام القيادة السياسية المصرية بالأزمة الليبية منذ بدايتها، فتابعت تطورات القضية وتفاصيلها بكل دقة وطرحت رؤاها الموضوعية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، واستضافت بعض اجتماعاتها المهمة وشاركت في جميع المؤتمرات التي ناقشت كيفية حل الأزمة. دعم الحل السياسي للأزمة الليبية وصون وحدة وسلامة ليبيا والتصدي لمحاولات تقسيمها أهداف كانت حاضرة دوما على أجندة القيادة السياسية المصرية في تعاملها مع الأزمة، فكسبت بمواقفها الواضحة والشفافة تأييد زعماء العالم ودعمهم، خاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشاد في أكثر من مناسبة بجهود الرئيس السيسي الرامية لتعزيز المصالحة السياسية في ليبيا ووقف التصعيد في البلاد. كما كانت مساعي الرئيس السيسي الحثيثة لحلحلة الأزمة الليبية موضع تقدير وإشادة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي أكد حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع مصر من أجل ضمان وقف الأعمال القتالية في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار. أما برلين فقد رأت على لسان المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، رأت في إعلان القاهرة الذي صدر في 6 يونيو الماضي امتداداً لمسار مؤتمر برلين بإضافة عناصر وأبعاد جديدة فعالة إلى العملية السياسية الليبية. جهود الرئيس السيسي لحلحلة الأزمة الليبية كانت أيضاً موضع إشادة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خاصة وأنها تهدف إلى استعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
أكد وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليز ضرورة التصدي الحازم لكافة عمليات نقل الإرهابيين والمقاتلين إلى ليبيا مع رفض التدخلات الأجنبية هناك. وخلال اتصال تلقاه من نظيرته الإسبانية، استعرض شكري محددات الرؤية المصرية إزاء سبل التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة الليبية عبر تثبيت وقف إطلاق النار ومواصلة الجهود الرامية لتفعيل إعلان القاهرة استكمالا لمسار برلين. كما تناول الاتصال تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد شكري أهمية الحفاظ على حل الدولتين وفقا للمقررات أو لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة. تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في مستهل جولته بمدينة برج العرب بالأسكندرية، والتي أقيمت بناء على اتفاقية تعاون ثقافية بين مصر واليابان. وخلال تفقده التقى رئيس الوزراء بعدد من الطلبة الأفارقة الذين يدرسون بالجامعة في تخصصات مختلفة، والذين أبدوا سعادتهم بالدراسة المتميزة التي يتلقونها في مصر. من جهته أكد وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تم تصميمها بما يواكب أحدث تكنولوجيا عالمية، حيث يتم إدارة المبنى بصورة إلكترونية ذكية ليصبح صديقا للبيئة، كما تم تزويده ببنى أساسية على مستوى تقني متقدم في مقدمتها شبكة معلومات بالألياف الضوئية تصل سرعة نقل البيانات بها إلى 10 جيجا بايت في الثانية، إلى جانب شبكة اتصالات قوية مرئية ومسموعة لتسهيل التواصل. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بجولة تفقدية بمنطقة المنتزه التاريخية بالإسكندرية، حيث شهد سيادته أعمال التمهيد والتجهيز للمرحلة الأولى من مراحل التطوير والتجهيز المخططة لمنطقة المنتزه، والتي تستهدف إعادة تلك المنطقة لسابق عهدها كمتنزه سياحي وتاريخي عالمي. تصور كان اتعرض واتعرض في مجلس الوزراء وتوافق عليه، تمام، فما بقاش غير الايه ان احنا نعمله يعني. بس هنبتدي نشتغل فيه ان شاء الله. انا نفسي ان انتوا خلال سنه تكونوا خلصتوا المشروع. ربنا يقدر ان شاء الله. حجم شغل كبير يا فندم ومنتشر في اكتر من مكان، يعني ان شاء الله نحاول يعني نرتبه ان هو نشتغل على التوازي كل المواقع في حدود واحده ان شاء الله. بس انا عايز حاجه حلوه عاليه. انا عارف ان شاء الله باذن الله ناخد الاجراءات التنفيذيه على طول في البدء بالتنسيق مع المكتب. أنا مش كده لأن هو في فرصة. حاضر. يا ريت إن إحنا يعني في حاجات زي المنطقة ديت، أنتوا قلتوا دي هنسيبها بس إحنا إيه؟ أيوه. طيب ما تخشوا ابدأوا بإيه؟ بيها. بيها. وبرضه أنتوا شغالين في كل حتة. طيب حاضر. هو عشان كل الناس في إسكندرية هي ده. إن إحنا عملنا لكم منفذ رائع لكل الناس. إن شاء الله هنبذل قصارى جهودنا إن إحنا نخلص التوقيت. طيب خلاص. توازي مع كل المشاريع اللي شغالة إن شاء الله. إن شاء الله. توفيق إن شاء الله. الله يخليكم. حدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مهام وزارة الداخلية رافضا الضغوطات السياسية الحزبية والاجتماعية عليها. وقال الكاظمي خلال زيارته للوزارة إن القوات الأمنية عليها دور كبير في مواجهة الإرهاب والجريمة وحماية الانتخابات القادمة وتوفير فرص عادلة للجميع، مؤكدا ضرورة بناء جسور الثقة بين المواطنين وفق القانون والعدالة من المتطلبات الأساسية.
نفت وزارة الدفاع الجزائرية ما تردد عن فرار قائد عسكري سابق إلى دولة أوروبية وملاحقته قضائيا، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي تلك الشائعات. وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن بعض الأشخاص الهاربين خارج الوطن يحاولون تزييف الحقائق وتشويه سمعة الآخرين، تناقلوا معلومات كاذبة تزعم بأن اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية السابق كان في حالة فرار بإحدى البلدان الأوروبية، وأنه متابع قضائيا من طرف العدالة الجزائرية. قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن واشنطن ما زالت صامتة بشأن التمديد المحتمل لمعاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية ستارت 3، مشيرا إلى أن الشكوك ما زالت تحوم حول تمديد هذه المعاهدة. وكتب أوليانوف على صفحته في تويتر أن صلاحية المعاهدة تنتهي في غضون 6 أشهر، وما زال التمديد لها يواجه غموضا كبيرا، مشيرا إلى أن واشنطن صامتة ولم تأخذ أي قرار. وأضاف الدبلوماسي الروسي أن الأمر سيكون مؤسفا إذا وضعت الولايات المتحدة هذه المعاهدة تحت المساومات السياسية. أعلنت الإدارة الأمريكية أن وزير الصحة أليكس عازار يعتزم زيارة تايوان قريبا، لتعد أول زيارة لمسؤول أمريكي إلى الجزيرة منذ عام 1979 عندما قطعت البلدان العلاقات الدبلوماسية بينهما. وقال المعهد الأمريكي في تايوان إن الوفد الذي سيصل في الأيام المقبلة يهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وقال عازار إن زيارته تمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والصحي العام مع تايوان. تأتي الزيارة وسط توتر متصاعد في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها. قدمت وزارة الخارجية الصينية احتجاجا رسميا إلى الولايات المتحدة بشأن زيارة وزير الصحة أليكس عازار لتايوان، معربة عن استيائها ومعارضتها لهذه الزيارة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية مبني على مبدأ عدم تجزئة الصين، مشيرا إلى أن بلاده تحث واشنطن على وقف أي اتصال رسمي بين الولايات المتحدة وتايوان. أحبطت القوات الأفغانية هجمات لحركة طالبان كانت تستهدف منطقتين في إقليم فارياب شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 مسلحا على الأقل. وقال مسؤولون أمنيون إن مجموعة من مسلحي طالبان كانت تخطط لشن هجمات في منطقة دولة أباد، واضحا أن قوات الأمن اتخذت خطوات وقائية بدعم من القوات الجوية الأفغانية، مشيرا إلى أنه من بين القتلى أحد الشخصيات البارزة في طالبان. أظهر مقطع فيديو حصلت عليه وكالة أسوشيتد بريس أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من مدينة كورية شمالية بالقرب من الحدود مع الصين، وسط تقارير عن وقوع انفجارات هناك في وقت سابق من هذا الأسبوع. ولم ترد أنباء رسمية من كوريا الشمالية أو الصين عما حدث في مدينة ياسان الكورية الشمالية، لكن وسائل الإعلام الكورية الجنوبية وجماعات المراقبة الخارجية ذكرت أن انفجارات للغاز وقعت في منطقة سكنية خلفت عشرات القتلى والجرحى. أدلى الناخبون في سريلانكا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي دعي إليها 16,200,000 ناخب. ونشرت السلطات أكثر من 15,000 مسؤول ومفتش للصحة العامة للمساعدة في ضمان الالتزام بإجراءات السلامة في ظل انتشار فيروس كورونا. من المقرر أن يتم غدا الإعلان عن نتائج تشكيل البرلمان الجديد المؤلف من 225 مقعد ولمدة 5 أعوام.
أظهر إحصاء لرويترز تجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 700 ألف حالة حول العالم، وتصدرت الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك قائمة الدول الأكثر تضرراً. وذكر الإحصاء أن حوالي 5900 شخص يموتون يومياً جراء الفيروس وفقاً لأرقام تم جمعها على مدى الأسبوعين الماضيين. أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 49 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 733 حالة وفاة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى أكثر من 4,698,000 ألف حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 155 ألف حالة. وفي البرازيل أعلنت وزارة الصحة تسجيل أكثر من 51 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 1154 حالة وفاة. وأوضحت الوزارة أن مجموع الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى أكثر من 2,800,000 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 95 ألف حالة. سجلت وزارة الصحة المكسيكية 6,148 حالة إصابة جديدة بكورونا و857 حالة وفاة جديدة. وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للمصابين يقدر ب 449,961 حالة، بينما بلغت الوفيات إلى 48,869 شخص. أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 741 إلى أكثر من 212 ألفا. كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع 12 إلى 9168. أعلنت نقابة أطباء أنقرة أن وحدات العناية المركزة في جميع مستشفيات العاصمة باتت ممتلئة تماما بسبب ازدياد أعداد المصابين بكورونا. وقالت صحيفة زمان التركية إن تقرير وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا تجاهل لليوم الثاني على التوالي ذكر أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي وغرف الرعاية المركزة بشكل متعمد، بينما أعلن رئيس بلدية العاصمة أنقرة منصور يافاش أن عدد المصابين بكورونا ارتفع إلى مستوى الذروة مرة أخرى، مطالبا السلطات المختصة في الدولة باتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية. قالت لجنة الصحة العامة إن الصين سجلت 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، ووفقا لبيان اللجنة فإن 5 من الحالات الجديدة وفد من الخارج، وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين 84,491، بينما لا يزال عدد الوفيات عند 4,634 دون تغيير. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن نشر 43 من خبرائها في جنوب أفريقيا يمثلون مختلف المجالات الصحية، وذلك لدعم إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا. وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن الوفد يضم خبرات رئيسية في علم الأوبئة والمراقبة وإدارة الحالات والعدوى والوقاية والسيطرة، بالإضافة إلى تعبئة المجتمع والتعليم الصحي. ولفتت المنظمة إلى أنها ستتولى مسؤولية تمويل فريق الخبراء في الوقت الذي ستكون جنوب أفريقيا مسؤولة عن توفير الموارد الإدارية. أعلنت سلطنة عمان رفع قيود الانتقال بين محافظات السلطنة اعتبارا من السبت المقبل. وقالت وكالة الأنباء العمانية أنه سيتم تقليص ساعات حظر التجول
لتصبح من 9 مساء إلى 5 صباحا لمدة أسبوع اعتبارا من السبت، بينما سيتم استثناء محافظة ظفار التي سيتم الاستمرار في إغلاقها. تأتي هذه القرارات ضمن تخفيف قيود مواجهة فيروس كورونا. ننتقل الآن إلى بيروت لمتابعة المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة. من الأمم المتحدة أو من الجامعة العربية تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية من قضاة ومحققين يتمتعون بالنزاهة والحرفية والحيادية لمباشرة مهامهم في كشف ملابسات وأسباب ما جرى من كارثة حلت بلبنان واللبنانيين في مدينة بيروت. في ذات الوقت يطالب الرؤساء جميع الأجهزة الموجودة في المرفأ بالتآزر سوية للحفاظ على مسرح هذه الجريمة والحرص على عدم العبث به. أيها اللبنانيون، يا أبناء بيروت، صحيح أن المصيبة كبيرة وهائلة، وهي قد طالت أغلب سكان ومساكن العاصمة، لكن إرادة أهلها وإرادة اللبنانيين لن تنكسر. فواجبنا جميعا تجاه عاصمتنا ووطننا الحرص على التضامن والعمل الجاد، وتحديدا في ضوء الحقائق الواضحة والنتائج الشفافة للتحقيقات لكشف المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الكارثة التي وقعت تحت أعين الأجهزة الرسمية اللبنانية المتواجدة في حرم المرفأ. إن الواجب ودقة الظروف وخطورة الأوضاع تتطلب من الجميع التطلع إلى الأمام بثقة وعزيمة لا تلين وإرادة لا تتزحزح من أجل إعادة إعمار ما تهدم وتضرر من أجل النهوض بمدينتنا وعاصمتنا. ولذلك فإننا نتوجه إلى أهلنا في بيروت وإلى كل اللبنانيين وإلى كل الأشقاء والأصدقاء في الوطن العربي وفي العالم لنقول أن بيروت التي أحببتموها تناديكم وتستصرخكم، وهي بحاجة لكم ولمساعدتكم لتقفوا مجددا معها لكي تعود وتقف متألقة كما كانت لؤلؤة العواصم العربية ومدينة العز والتألق ورمزا للدولة التي تحرص على فرض سلطتها الكاملة على جميع مرافقها ومناطقها. انتهى البيان. تطرقنا لهذا الموضوع ولننتظر يعني ماذا يمكن أن نجد خلال اليومين القادمين. نحن موقفنا الأساسي وموقفي أنا شخصيا هو أنه ليس هناك من خيمة على أحد. كل من تثبت مسؤوليته يجب أن يكون خاضعا للمحاسبة والمساءلة. في التحقيق الذي يمكن أن تجريه الأجهزة اللبنانية. سألي عنه مروان. شكرا.
إذن مشاهدينا كنا نتابع الآن هذا المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق سيد فؤاد السنيورة، ويبدو أن هذا المؤتمر نتج عن اجتماع جمع رؤساء وزراء لبنان السابقين. ما نتج عن هذا المؤتمر الصحفي قال فؤاد السنيورة أن المصيبة كبيرة وهائلة على لبنان، لكن إرادة اللبنانيين لن تنكسر. وعلى حسب قوله أنه طالب بلجنة تحقيق عربية تتميز بالنزاهة والشفافية لكشف الحقيقة في انفجار بيروت. وأخيرا قال أن كارثة المرفأ وقعت تحت أعين الأجهزة الرسمية على حسب وصف فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق. ناقشت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في اجتماع افتراضي لممثلي 25 مكتبا لفرع المنظمة بإندونيسيا العديد من المقترحات والمشكلات التي تواجه الفرع الرئيسي ومكاتبه المنتشرة في مختلف أنحاء إندونيسيا. وأكد نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة أسامة ياسين اهتمام شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب بالأنشطة المتميزة التي يقوم بها الفرع بما يتوافق مع رؤية الأزهر وبما يحقق أهداف المنظمة ورسالتها التي تعكس منهجية الأزهر الوسطي المعتدل. وأكد ياسين أهمية نشر الكتب التي تواجه الإرهاب والتطرف والرد على شبهات المتطرفين وتفنيد أفكارهم، مؤكدا أنه سيتم توزيع عدد من الكتيبات لكبار علماء الأزهر لتفنيد الفكر المتطرف وتعزيز قيم التسامح في المجتمعات. أكدت وزيرة الصحة هالة زايد أن إجمالي عدد المفحوصات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بلغ 6,800,000 امرأة، موجهة بإدراج المبادرة وربطها إلكترونيا ضمن كافة مبادرات وأنشطة الوزارة على تطبيق صحة مصر. وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أن الوزيرة توجهت بتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن استمرار العمل بالمبادرة من خلال الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة لكافة السيدات بالمجان. وأشار مجاهد إلى أن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى الجمهورية وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية والتوعية بخطورتها بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. وذكر أنه يتم العمل بالمبادرة من خلال 3,593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية بمشاركة 4,098 من الفرق الطبية بالإضافة إلى مشاركة 101 مستشفى بالمبادرة. تابع وزيرا النقل كامل الوزير والتنمية المحلية محمود شعراوي معدلات تنفيذ أعمال رصد وتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل 12 محافظة. أكد وزير النقل أن تنفيذ هذه المشروعات سيسهم في تقديم مستوى خدمة متميز للمواطنين ومواكبة النهضة التي تمت في مجال الطرق والكباري. من جانبه أكد وزير التنمية المحلية أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين، موضحا أن الحكومة تسعى لتنفيذ المشروعات بأعلى المواصفات. وقعت هيئة النيابة الإدارية بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية خبرات وقدرات السادة أعضاء النيابة لمواكبة كافة التطورات القانونية والإدارية. شهد التوقيع رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوي والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية الدكتورة رشا راغب، حيث أكد المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير لإكسترا نيوز إن البروتوكول يستهدف التعاون في مجالات تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بالنيابة الإدارية والعاملين بها وتعاون في تنفيذ دورات تدريبية من شأنها زيادة التوعية القضائية والقانونية للشباب. أعلنت وزارة الداخلية نتائج جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية خلال شهر في مجالات الأمن العام والمخدرات التي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، نتابعها في التقرير التالي.
جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، واصلت فيها أجهزة الوزارة المشاركة في تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا. حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 1043 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 3654 قطعة سلاح ناري غير مرخص بحوزة 3101 متهم، من بينها 700 بندقية و343 بندقية آلية وواحد جرينوف وواحد رشاش و176 مسدسا و2433 فرد محل الصنع، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 6140 طلقة متنوعة، إضافة ل 5813 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع. وفي مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء، تم ضبط عدد 2254 شخص بإجمالي عدد 2216 مبنى لمخالفة قرار إيقاف أعمال البناء. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 1,911,026 حكما قضائيا، من بينها 8,356 حكم جناية و 680,838 حكم حبس و 938,497 حكم غرامة و 283,335 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 39 تشكيلاً عصابياً ضموا 107 متهماً، قاموا بارتكاب 232 حادث متنوع، وتم كشف غموض 168 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 314 متهماً، كما تم إعادة 16 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر من ضبط 4645 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 4964 متهماً، وبحوزتهم أكثر من 288 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وأكثر من 6 طن و 851 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزنت قرابة 55.5 كيلوغرام، إضافة إلى أكثر من 48.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 89,917 قرص مخدر. إذن مشاهدينا، بذلك نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة. إليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين: الرئيس السيسي يوجه بتجهيز طائرتي مساعدات طبية للشعب اللبناني لإرسالهما لبيروت بشكل عاجل. الحكومة اللبنانية تفرض الطوارئ لأسبوعين ببيروت وتطلب فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار تخزين المادة المتفجرة في المرفأ. السيسي يؤكد على ضرورة التوسع في المشروعات الزراعية ويوجه بزيادة مخصصات المشروع القومي للبتلو بمليار جنيه.
في النهاية نحيط علم السادة المشاهدين بأن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز هو 11.785 رأسي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.